السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم سنكمل ما بدأناه من خصائص المائع، وصلنا إلى موضوع اللزوجة. فاليوم سنتطرق إلى معنى اللزوجة والقوانين المتعلقة باللزوجة. بداية نجي نتعرف على مفهوم اللزوجة. اللزوجة شنو تعني؟ اللزوجة قبل ما نفهم انه شنو اللزوجة، لازم نعرف انه السائل هو شنو، عبارة عن شنو. السائل يتكون من مجموعة من الطبقات، يعني مو مثل الجسم الصلب يكون متراس او متماسك، وانما يكون عبارة عن مجموعة من الطبقات. وعندما تؤثر يعني بهذا السائل قوة معينة، وعلى وجه الخصوص اقصد قوة القص اللي تكون يعني موازية لسطح السائل، هيك خلينا نفهمها بالطريقة، وليست عمودية عليه. القوة العمودية شو السبب لي؟ السبب لي ضغط. أما القوة اللي يعني هسه هنا أمامكم تشوفون، هسه هاي عندي قوة، الوزن من حللته صار قوة عمودية على السائل، هذا يسبب لي ضغط. أما القوة الموازية لسطح السائل، المركبة الموازية لسطح السائل، فهاي تسبب لي قوة يسموها قوة قص، زين يسموها شير ستريس أو إجهاد قص السبب لي، زين. فعندما السائل من تأثر بقوة يتحرك، مو مثل الجسم الصلب، الجسم الصلب يتحرك لمسافة معينة وبعد إلى قابلية أنه عندما تزول القوة يرجع إلى وضع الطبيعي. يعني بمعنى آخر، الأجسام الصلبة تقاوم إجهاد القص، أما الأجسام السائلة والأجسام الغازية فهي شنو؟ لا تقاوم إجهاد القص، وإنما تتحرف. يعني شنو؟ يعني شكلها يتشوه وتتحرك بسرعة مختلفة. هسه نشوف شلون تتحرك بسرعة مختلفة نسبة لبعضها البعض. من هي تتحرك بسرعة مختلفة؟ طبقات السائل، زين. المقاومة اللي يبديها السائل، طبعا السوائل مو كلها نفس الشيء، كل سائل يعني إذا أثرنا فرضا بقوة قاس 10 نيوتن، هاي خلينا نقول هذه الآن دا أشر عليها 10 نيوتن، جبنا هنا هذا ما 10 نيوتن، وهنا أيضا زيت عندنا أيضا 10 نيوتن، هل السرعة اللي راح يتحرك بها الماي بفعل هذه القوة نفس السرعة اللي راح يتحرك بها الزيت؟ طبعا لا، ونفس السرعة اللي راح يتحرك بها مثلا نجيب عسل مثلا، تفرق. ليش؟ لأن كل سائل إلى لزوجة معينة، إلى مقاومة للحركة. فكل ما تزيد مقاومة السائل للحركة بفعل قوة القص، هذا شيء يسموه سائل أكثر لزوجة. وكلما تقل مقاومة السائل لإجهاد القص يسموه سائل أقل لزوجة. هسه من هذا نفهم أنه اللزوجة هو شنو؟ المقاومة التي يبديها السائل للحركة وتكون يعني معاكسة لقوى القص. هي مو نفسها اللزوجة، ولكن تكون مؤشر على ما يسمى باللزوجة. مثلا نعطيك هنا، العسل أكثر مقاومة للحركة من الحليب. يعني أنت من تجيب قدحين، واحد بيع عسل وواحد بيع حليب، من تحاول تسكبهن، أنت من تحاول تسكبهن ده تسوي؟ ده تأثر بقوة يسموها قوة قص. فهذه قوة القص إيش راح يصير بيها؟ راح يصير انه الماء او الحليب العفو او العسل حيقاوم هاي قوة القص بمديات مختلفة، زين. اذا بملخص هذا الكلام، اللزوجة هي خاصية من خواص الماء، شلون الكثافة، الحجم النوعي وغيرها، زين، اللي اخذتوها سابقا. هي خاصية من خواص الماء، يعني كل ماء يختلف عن الماء الاخر، تعبر عن مدى مقاومة الماء للجريان أو لقوى القص، وتختلف من ماء لآخر. إذا هاي نقطة راسطة. هسه شو نسوي؟ نجي ناخذ مثال بسيط. هسه هنا عندكم أمامكم مثلا ذني أربع خلينا نقول أنابيب، واحد بي ماي، والآخر بي زيت، والآخر بي جليسرين، والآخر بي عسل. فهنا لو تلاحظون، لو هاي يعني نرمي هذه الكرة اللي هي نفس الوزن ونفس الحجم ونفس النوعية من الكرة، نفس المادة، نرميها بالماء، فراح نشوفها راح تنزل بسرعة معينة. من نرمي كرة أخرى بالزيت اللي هو أكثر لزوجة من الماء، راح تنزل بسرعة شنو؟ أبطأ لو أسرع؟ راح تنزل بسرعة أبطأ. هسه حقول لكم ليش. من أجي على الجليسرين، هو يكون أكثر لزوجة من الزيت، فراح شنو؟ تكون أبطأ نزولها، والعسل تكون بعد أبطأ. هنا شنو السبب؟ السبب أنه أني الكرة هاي من راح تنزل ده تأثر لي بقوة على السائل، لو ما ده تأثر لي بقوة، ده تأثر لي بقوة على السائل. أني ما أقصد القوة هسه العمودية، وإنما هي خلينا نفترض السائل، يعني هذا الشريط مال السائل، هذا الشريط مال السائل اللي هو
راح تنزل تكون الكرة في تماس معه. هذه القوة تتأثر، الكرة تتأثر شنو؟ تتأثر بقوة معينة، قوة موازية لهذا السطح الآن طبعا راح تكون موازية. ليش؟ لأنه احنا سبق وأن أشرنا قلنا أنه هذا سطح السائل، هذا سطح السائل، والكرة تسير بموازاته. زين، يعني هذا أفرض سطح السائل، احنا رسمناه سابقا، هذا سطح السائل أقصد الملامس للكرة. فهذا السطح احنا من راح تسير الكرة؟ راح تسير بموازاة هذا السطح، فراح تكون قوة موازية. هاي واحدة. النقطة وين؟ النقطة انه لو تلاحظون انه الماء اقل لزوجة من الزيت، والزيت اقل لزوجة من الجليسرين، والجليسرين اقل لزوجة من العسل. هذا شنو يعني؟ يعني انه قوة مقاومة الحركة بالنسبة من الماء للكرة بالنسبة للماء تكون قليلة نوعا ما. بالنسبة للأويل تكون قوة مقاومة الماء للحركة، احنا مو قلنا المقاومة التي يعني اللزوجة تدلنا على المقاومة اللي بها السائل الحركة، فمقاومة الزيت لحركة الكرة تكون بعد شنو؟ بعد أكثر قليلا، فلزوجته أعلى. وقوة مقاومة الجليسرين تكون أعلى، ولهذا نسميه لزوجته أعلى. وكذلك بالنسبة للعسل، ومثل ما تشوفون الآن بالنسبة إلى هذه الكرات شوفوا تنزل بسرعة مختلفة، لأن مقاومة السوائل تختلف من كرة إلى أخرى. فإن شاء الله هذا لحد هنا إنه يعني وصلت الفكرة بالنسبة لكم. على كل حال إجهاد القص، هسه نجي احنا مو قلنا اللزوجة يعني لها مفهوم يرتبط بمفهوم إجهاد القص. زين، إجهاد القص خلينا نجي نشوف شنو هو إجهاد القص. أنتم ماخذين يمكن بالميكانيك الصور إجهاد القص، خلينا نجي ناخذه على المواد الصلبة. عندي مكعب خلينا نعتبره من المطاط مثلا، يعني شلون مساحة مطاط، يعني هاي شلون مساحة تمسحون بها الأوراق. زين، هاي المساحة مكعبة، جيت أنت ثبتتها من الأسفل بصمغ أو ما شابه ذلك. زين، ثبتتها من الأسفل وجيت سلطت عليها قوة من الأعلى، لكن شنو هاي القوة؟ موازية للسطح. فهذه القطعة المكعبة خلينا على سبيل المثال من المطاط، ايش راح تسوي؟ راح تنحرف بزاوية معينة، تنحرف بزاوية معينة، وعند مزول قوة راح ترجع إلى وضعها الطبيعي. هاي وين؟ بالأجسام الصليبة. بالأجسام طبعا أنت لو تظل هنا ساعة كاملة، لو ظل سلط هاي القوة الجسم راح يبقى بهالطريقة بهالوضع هذا، حيظل مايل بهالطريقة، ما راح يعني يتغير وضعيته إلى أن تزيل القوة ويتغير وضعه. زين، وطبعا تعرفون أنه هاي الزاوية تتناسب ويا من؟ ويا هاي القوة، هاي بالنسبة للأجسام الصلبة. زين، لنفترض أنه هذا الجسم سائل، هنا شنو راح يدخل لي يعني مفهوم آخر؟ السائل من السلط عليه أي قوة ايش راح يصير به؟ راح يتغير شكله هم نفس الطريقة هاي، لكن التغير وين؟ أنه القوة ثابتة نفسها، بمرور الزمن السائل ما يبقى بهالوضع، يظل يتحرك. زين، يظل يتحرك، بينما بالجسم الصلب لا، هو الجسم الصلب يظل مايل بهالطريقة إلى أن تزيل القوة، بالسائل لا، يظل يتحرك. ولهذا احنا شو نقول؟ نقول الفرق بين الأجسام الصلبة والأجسام السائلة، أو بشكل عام الأجسام المائعة يعني السوائل والغازات، هو انه الاجسام الصلبه مقاومه، هذا مقاومه لمن؟ لاجهاد القص، يعني تظل مقاومه، من يجي الاجهاد القص ترجع الى وضعها الطبيعي. اما السوائل الغازات لا، يعني تسيح او نقول تجري مع قوه القص، وما ممكن انه ترجع الى وضعها الطبيعي، يعني من تلقاء نفسه، فتكون اقل مقاومه لمن؟ لاجهاد القص. اخاف يجيكم بالاسئله مثلا صح وخطا او فراغات انه السوائل أقل مقاومة لإجهاد القص من الأجسام الصلبة. زين، نجي هسه خلنا نمسح هاي حتى لا تصير هوسة. طلابنا بس يعني أنا بفترة أخرى بس إذا أشوف إنه واضحة أمامكم، أي شيء مثلا مو واضح بس قولوا لي، يعني كصورة كصوت واضحة أمامكم الصورة والصوت. ممتاز ممتاز، إذا صار إشكال هم بلغوني. اتفضل. اي 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 نعم، السوائل اقل مقاومة لاجهاد القص.
يعني تنفع تتأثر أو تنفعل بإجهاد القص أكثر من الأجسام الصلبة. زين، إجهاد القص شنو هو تعريفه أو معادلته شنو؟ هذا تعريفه ببساطة، يرمزونه طبعا بالرمز تاو، هذا يسموه رمز تاو، يسموه إجهاد القص، هذا التاو يرمزوا له، هذا الرمز تاو هو رمز يوناني إغريقي تاو. إيش يساوي؟ يساوي الإف اللي هي القوة، يا قوة القوة الموازية وليس القوة العمودية، القوة الموازية هاي تشوفوها أمامكم على المساحة، يا مساحة القوة هاي أثرت لي شنو؟ أكيد أثرت على مساحة معينة اللي هي هذا في أعلى المكعب، فهاي المساحة شقد والقوة الموازية لها شقد، هي هذا يدعى إجهاد القص. اما شنو فرقه عن طبعا شنو وحدات اجهاد القص؟ نيوتن على المتر المربع. هسه واحد يقول لي يعني باسكال، اقول له اي باسكال، بس لكن شنو اجهاد القص؟ ما يعتبر ضغط، يعتبر شنو يسموه قص، الضغط اجهاد قص، بينما الاجهاد الضغط هو شنو؟ القوه العموديه على وحده المساحه. هنا شوف هذا المكعب امامك، السيجما هاي العلامه وهذا الرمز هو سيجما، هاي سيجما هاي سيجما، هذا تاو هذا تاو. شوف شو يريد يقول لك، يقول لك يابا القوة إذا أثرت بمستوى عمودي على المساحة سواء يعني أب أو داون، يعني أعلى أو أسفل، ما يأثر، هذا شيء يسموه إجهاد ضغط أو إجهاد شد. إذا كان بالأعلى إجهاد شد، إذا بالأسفل إجهاد ضغط، دي يضغط لي المادة بالأعلى، دي يشد لي المادة. زين، أما القوة اللي تكون بموازاة السطح سواء كانت بهذا المستوى أو بهذا المستوى، هذا شيء يسموه إجهاد قص. هسه صار واضح شنو فرق اجهاد القص عن اجهاد الضغط؟ نفس الوحدات، لكن اجهاد الضغط يكون عمودي، اجهاد القص يكون شنو؟ افقي. زين، العفو موازي. زين، هسه نشوف السلايد اللي ورا. هنا نجي على السائل، السائل بشكل عام هسه لو فرضنا انه السائل هذا موضوع على فد قاعده، قاعده بليته، قاعده ثابته. زين، واجيت انا من الاعلى جبت فد فلينه، فد طبعا هالقاعده الثابته اعتبرها فد حوض، فد يعني اي شيء. زين، قاعده حوض، هنا جبت فد فلينه خلينا نقول، وهاي الفلينه سحبتها بهالاتجاه، سحبتها باتجاه البي. هاي هنا طبعا هنا رامز للقوه بالرمز بي، هو المفروض البي يعني يقصد به ربما اجهاد القص، بس احنا راح نعتبرها قوه، يعني هنا هاي البي نعتبرها مثل اف. زين، هاي اعتبرها هنا اف، هاي شيلها البي. فهنا اثرت مثلا انت رابط هاي الفلينه فد حبل فد شيء سحبتها على كيفك، فهنا شنو اللي راح يصير بطبقات السائل هذا؟ طبقات السائل اللي راح يصير بها شنو؟ اول شيء راح يصير به انه الطبقات مالتها راح تتحرك بفعل هذه القوه، لكن تحركها او سرعتها اللي هو طبعا سرعه، انا حتى لتيح عليكم السالفه، هذه سرعه، بعض الكتب يرمز لها يو، بعض الكتب ايش يرمز لها؟ يرمز لها في. هذه دلتا، هذا رمز مال دلتا يعني الفرق، وهذا الاي شنو هنا؟ هو طبعا رمز مال التعجيل، بس هنا يقصد به المسافة. زين عيني، المسافة، وهاي الاف خب تعرفوها انتو قوة. هنا اذا الطبقات مال السائل، هاي الطبقة وهذه الطبقة وهذه الطبقة، طبقات كل طبقة راح تنفعل بهذه القوة، لكن شنو؟ بسرعة مختلفة، يعني مو كلها راح تصير بنفس السرعة. الطبقة اللي تكون أقرب إلى مستوى تأثير القوة راح تكون سرعتها أعلى، وبعدين القوة الأبعد راح تنخفض سرعتها، تنخفض تنخفض إلى أن توصل قريبة من القاع أو قريبة من القطعة الثابتة اللي هي بالأسفل، راح تكون السرعة شنو؟ صفر، راح تكون السرعة صفر. فيكون الطريقة الحركة بهذه الطريقة، حركة طبقات السائل. هنا ايش راح يصير؟ هنا يعني لكل طبقة راح يكون لها يو معين، وطبعا المسافة ما بين طبقة وطبقة نرمز لها بالرمز واي. زين، خلينا نفترض او الرمز بي. هنا لنفترض انه المسافة ما بين هاي الطبقة وما بين الطبقة اللي هي اسفل شيء، خلينا نفترضها بي، او نفترضها يعني هذا كل المسافة من هنا الى هنا. زين، السرعة هي شنو؟ يو. هنا السرعة يو، وهنا السرعة صفر، لانه اليو هنا صفر، هنا اليو بيها فد رقم معين. زين، هنا شنو اللي راح يصير؟ راح يصير انه عندي، راح يصير عندي مفهوم جديد، وجدوا
وجدوا، طبعا هذا الرسم يعني اللي هناك رسمت لكم اياه بهالطريقه هاي، ايش وجدوا؟ وجدوا انه الفرق اجهاد القص اللي هو هذا التاو، اجهاد القص اللي هو شو يساوي؟ اللي قلنا القوه الموازيه على المساحه، هذا اجهاد القص. هذا اجهاد القص وجدوا انه يتناسب مع ما يسمى بتدرج السرعه. شنو تدرج السرعه؟ تدرج السرعه ببساطه هو، نعم، هو هسه اشرح لكم اياه. التدرج السرعه هو النسبه ما بين التغير بالسرعه على التغير بالمسافه بين الطبقتين. يعني شنو؟ هسه واحد يقول لي انت ده تحكي يعني شنو قصدك؟ اقول له يابا هنا عندي انا طبقتين، مو صحيح؟ خلينا نفترض هذا طبقه هاي باللون الاخضر اللي هي سرعتها شنو؟ يو. وهذه الطبقه خلينا نعطي ارقام حتى تكون واضحه، هاي طبقه خلينا نقول سرعتها 4، مو صحيح؟ هاي الطبقه اللي فوق سرعتها ايش قد؟ خلينا نقول 6. زين، هاي الستة منين جاي؟ جاي من 4 زائد 2، مو؟ هاي الاثنين شنو هو؟ هو الفرق ما بين الستة والأربعة اللي يسموه شنو؟ يسموه ديو، دلتا يو، مو صحيح؟ هذا الفرق هو 2. فأني شنو؟ قالوا يابا النسبة ما بين الفرق بالسرعة بين طبقتين من طبقات السائل إلى المسافة بينهم، الدي واي شنو هو؟ هذا منا إلى هنا واي، مو صحيح؟ هذا منا إلى هنا خلينا نفترضه واي 1. ومن هاي النقطة إلى هنا نفترض شنو؟ واي 2، مو صحيح؟ واي 2 ناقص واي 1 ايش راح يساوي؟ اللي هو دي واي، يعني شنو المسافة ما بين إذني الطبقتين. شلون استخرج الواي 2 اللي هو من الأسفل للأعلى كله؟ هذا خلي أشركم إياه بهذا، من الأسفل إلى الأعلى هاي واي 2 كاملة. أطرح منها الواي 1 ايش قد بقى عندي؟ بقى عندي هو الفرق اللي هو الدي واي. فش قالوا؟ قالوا اجهاد، يعني وجدوا انه اجهاد القص، طبعا هو من هو اللي وجد هذا العملية؟ نيوتن. وهسه نعرف بعدين اكو سوائل يسموها سوائل نيوتونية نسبة للعالم نيوتن. ليش؟ نيوتن ايش وجد؟ وجد انه بعض السوائل، مو كلها، بعض السوائل تخضع لهذا القانون اللي هو شنو؟ اجهاد القص يتناسب مع تدرج السرعة، واللي هو النسبة ما بين الفرق بالسرعة بين طبقتين إلى الفرق بين المسافة بينهما، هذا يسموه تدرج السرعة. فلقاهم يتناسبون، طبعا أي متغيرين يتناسبون، شنو أكو بيناتهم؟ أكو ثابت يسموه ثابت التناسب، إذا ما أخذيه أنتم بالإعدادية يعني أي تناسب عندي لازم بيه ثابت. هذا الثابت يعني هذا من أحوله إلى مساواة راح يصير عندي ثابت تناسب. ثابت التناسب هذا شو يسموه؟ هذا ثابت التناسب يسموه اللزوجه، اللزوجه الديناميكيه او اللزوجه الديناميه. هذا تشوفوه اللي شنو وحداته تكون؟ هسه بعدين اقول لكم شنو وحداته، يعني اقول لكم شلون صارت هاي الوحدات مالته. اذا النسبه، اذا اللزوجه هسه بعد ما ارتب هذه المعادله اللزوجه مالتي ايش راح تطلع؟ راح تطلع اللزوجه هي عباره عن التاو اللي هو اجهاد القص، هذا اجهاد القص، اجهاد القص على شنو؟ من هذا على شنو؟ على تدرج السرعه. هيات هاي المعادله صارت عندي هنا، اللزوجه الديناميكيه يسموها دايناميك فيسكوسيتي هو التاو اللي هو اجهاد القص على شنو؟ على تدرج السرعه. شنو وحداتها؟ هسه نجي نشوف شنو وحداتها، ابسط منها ماكو. التاو شنو وحداته؟ احنا مو قلنا التاو هو هياته، هذا التاو قوة على المساحة، قوة على المساحة شنو يعني؟ نيوتن على المتر المربع، صحيح لو مو صحيح؟ مضبوط. نقسمه على شنو؟ نقسمه على الديو، الدلتا يو او الديو شنو وحداته؟ يو سرعة، وحدات السرعة شنو؟ متر مثلا على الثانية، متر على الثانية. النوب شو قسمها؟ الدي واي هو شنو؟ مسافة، المسافة شنو وحداتها؟ متر أو سنتيمتر حسب الوحدات الموجودة عندك، أهم شيء تكون متوحدة الوحدات. هسه من أجي شو أسوي؟ أجي أصفن لها أقول يابا أني عندي هذا بالمقام، هذا مو؟ وعندي أيضاً، عندي هذا أيضاً حيروح، مو صحيح؟
يعني من اجي ارتبها هنا شو اقول؟ اقول نيوتن على المتر المربع، هذا خط قسمه مو صحيح، هذا خط قسمه، شو اسوي؟ احنا القسمه من نقول تقسيم متر الثانيه، هذا واحد تقسيم متر، هنا من عندي هيك عمليه ايش راح اسوي؟ مو القسمه شو تصير؟ تنقلب ظروف، فاقول نيوتن على المتر على الثانيه، عفوا نيوتن على المتر المربع، في اقلب المتر هاي بالمقام وحصير شنو؟ بالبسط، وهذا كله وين راح يصير؟ يصير متر على الثانية. زين هسه اصفن لها الهاي، هنا ايش عندي راح يصير؟ راح يصير عندي هذا المتر، هذا المتر ويا من راح يروح؟ راح يروح ويا هذا المتر، مو؟ الثانية وين راح تصعد؟ الثانية مقام المقام شو يصعد؟ يصعد بسط، إذا هذا المقدار صار عبارة عن ثانية. سكند، المقدار نيوتن على المتر المربع في ثانية صار عندي نيوتن في ثانية على المتر المربع، أو تقدر تقول بمعنى آخر باسكال، لأن إحنا قلنا نيوتن على المتر المربع شنو اسم الدلع مالته؟ اسم الدلع باسكال، نيوتن في متر على الثانية اسم الدلع مالته واط، نيوتن في متر اسم الدلع مالته جول، فهنا نيوتن على المتر المربع شنو نسميه؟ نسميه باسكال، فتصير الوحدات اللزوجة الديناميكية هي باسكال سكند أو نيوتن في سكند على المتر المربع. صار واضح انه هاي شلون صارت؟ زين نجي بعدين ايش قالوا؟ خلي بس امسح ذني حتى يصير هوسه. بعدين ايش قالوا؟ وجدوا انه بالحسابات الفيزيائيه عاده ما يقترن اسم اللزوجه الديناميكيه اللي هسه قلنا عليها، يقترن بشنو؟ يقترن بالكثافه. يعني اكو هوايه معادلات اللزوجة مقسومة على الكثافة، فش قالوا؟ وقالوا يابا احنا خلينا نسوي مفهوم جديد اسمه اللزوجة الكينماتية. اللزوجة الكينماتية قالوا يابا اللزوجة الكينماتية هي اللزوجة الديناميكية على شنو؟ على الكثافة الكتلية. خلينا نجي نشوف شنو وحداتها. اللزوجة الديناميكية شنو وحداتها؟ هسه طلعناها هاي مو؟ باسكال، او خلينا نحكيها بالنيوتن احسن. وحداتها هاي اللزوجة الميو، هاي يسموها ميو، وحداتها نيوتن في متر، العفو آسف شنو نيوتن في متر؟ نيوتن في ثانية على متر مربع، نيوتن في ثانية على المتر المربع، هاي منو؟ اللزوجة الديناميكية اللي هسه صار بدنا نحكي عليها هاي. زين أقسمها على الكثافة، الكثافة شنو وحداتها الكتلية؟ جدا ممتاز، كيلوغرام على المتر المكعب. هسه نجي على كيفنا، المتر المربع هذا كله ويا من راح يروح؟ راح يروح ويا التكعيب، يبقى لي بس متر. زين هسه واحد يقول لي اوقف عيني، هسه انا عندي كيلوغرام وعندي نيوتن وهاي، اقول له فد لحظه، مو احنا لنيوتن وحده مشتقه مو اساسيه، خلينا نرجعها الوحدات الاساسيه. لنيوتن شنو الوحده الاساسيه مالتها؟ منين جاي لنيوتن؟ نيوتن مو قوه، القوه مو كتله في تعجيل، كتلة في تعجيل. زين الكتلة بيش تنقاس؟ بالكيلوغرام. والتعجيل بيش ينقاس؟ متر على الثانية تربيع. فأشيل النيوتن بس أخلي كيلوغرام في متر على الثانية تربيع، هاي أشيلها منه، أكتب الوحدات الأساسية مالتها اللي هي شنو؟ كيلوغرام في متر، هنا على الثانية تربيع حصير هنا بالأسفل على الثانية تربيع. زين هسه ايش راح يصير عندي؟ صار عندي الكيلوغرام بالمقام، اختصره ويا من؟ ويا الكيلوغرام بالبسط، اختصره ويا المقام، وعندي هنا صار ايش بقى هسه؟ خلي اصفيها المعادله مالتي، هنا بقى عندي متر في ثانيه، متر في ثانيه ذني على ثانيه تربيع، على ثانيه تربيع، وصار عندي على الكل على متر. هذا المتر اختصره ويا هذا المتر، مو صحيح؟ مو صحيح؟ تبقى بس ثانية هنا، لا فد لا فد لا فد لحظة فد لحظة مو هي لازم تطلع، فد لحظة بس صبروا لي خلينا نشوف هنا عندنا شنو؟ عندنا اللزوجة الديناميكية هي نيوتن، خلينا نكتبها نفسها، كيلوغرام، كيلوغرام في متر، في متر على مربع الثانية، على مربع الثانية، هاي شنو؟ هاي اللزوجة جبتها الكيلوغرام في متر على الثانية تربيع، هذا شنو؟ هذا النيوتن، هي مو نيوتن في ثانية، نيوتن في ثانية، في ثانية، إذا هنا خلي ثانية، مو صحيح؟
على المتر المربع، على المتر المربع. هاي شنو صارت هسه؟ هاي شيلها منه، هذا الكيلوغرام في متر على الثانية تربيع، هذا نيوتن في ثانية على المتر المربع. هاي شنو هي اللزوجة؟ زين، أقسمها، أقسمها هيك، خلي أقسمها، أقسمها على شنو؟ على كيلوغرام على المتر المكعب. القسمة ايش تنقلب؟ تنقلب ضرب، حقلبها رأسا ضرب هنا، والمتر المكعب هنا مو مربع، هاي اقلبها تصير متر مكعب على الكيلوغرام. هسه شوية أسهل بالاختصارات. هنا شنو أجي؟ هذا الكيلوغرام، هذا الكيلوغرام راح يختصر ويا من ويا هذا الكيلوغرام، هاي واحد. زين، عندي هاي الثانية تختصر ويا التربيع مال هاي الثانية، هاي اثنين. عندي هذا المتر المربع كله يروح هو بالتربيع مالته، يروح ويا من ويا التكعيب. ايش بقى عندي هسه؟ بقى عندي متر في متر، هاي متر مربع على ثانية، هي هاي وحداتها متر مربع على ثانية. صار واضح؟ صار واضح طلاب؟ شلون؟ ممتاز ممتاز. زين، هسه عرفتوا انه شنو اللزوجة الديناميكية وشنو اللزوجة الكينماتية. اللزوجة الديناميكية هي عبارة عن حاصل قسمة الإجهاد القص، إجهاد القص على شنو؟ على تدرج السرعة اللي هو الديو على الدي واي. اليو قلنا سرعة، والواي قلنا المسافة بين طبقتين من طبقات السائل. واللزوجة الكينماتية نحصلها بعد ما نقسم اللزوجة الديناميكية، نقسمها على الكثافة الكتلية. هذا كل ما في الأمر. زين، خلينا نجي نشوف شنو بعد اكو عندنا. ها هنا شي يريد يقول، يقول نيوتن ايش قال؟ قال اكو ذني السوائل اللي تخضع لهذا القانون، يعني من اطبق هذا القانون عليها، من اسلط اجهاد قص معين وينطيني تدرج سرعة معين، من ازيد اجهاد القص، مثلا استخدم غير اجهاد قص، راح ينطيني غير تدرج سرعة، لكن اكو علاقة بيناتهم. العلاقة شرط انه تكون علاقة خطية وليست علاقة منحنية. قال هذه السوائل اللي تخضع العلاقة خطية ما بين اجهاد القص، من ارسمها يعني من اخذ مثلا سائل اسلط عليه عدة اجهادات، وش اسجل وياه؟ اسجل تدرج السرعة، راح ارسم خط بعدين وراها يصير عندي علاقة بيناتهم، ارسم خط. هذا الخط قال اذا العلاقة خطية، العلاقة هذا السائل شو يسموه؟ ها خطية، ولازم مرة بنقطة الأصل. هسه نجي نشوف شنو اكو سوائل، هل اكو سوائل علاقتها مو خطية وما تمر بنقطة الأصل؟ نعم اكو، وما لا تدعى سوائل نيوتونية. وما هنا فشي يسموه ذني السوائل اللي شرطين تتحقق بين، اول شيء العلاقة تكون خطية، ثاني شيء لازم مبدأها من نقطة الأصل يعني من الصفر. هذه السوائل قال ذني سوائل يسموها سوائل نيوتونية تخضع القانون نيوتن. هسه لو تلاحظون هذا هنا ايش راسم لك؟ لو نجي ناخذ هذا اجهاد القص، وهذا شنو؟ هذا تدرج السرعة. راسم لك اجهاد القص مع تدرج السرعة، تدرج السرعة معتبر المحور السيني اللي اكس اللي هو الاكس، والاجهاد القص معتبر المحور الصادي اللي هو شنو؟ الواي. زين، هنا من تجي تشوف العلاقة، احنا ايش قلنا؟ الميو شو تساوي؟ التاو اللي هو شنو؟ اجهاد القص على التدرج السرعة. زين، من أجي أني أخذ، من أجي أخذ الإجهاد معين، زين، وأجي أخذ يعني فرق بإجهاد معين وفرق بتدرج سرعة معين، أقسم هذا على هذا. لو تلاحظون هذا المقدار، هذا المقدار هو عبارة عن ظل الزاوية، يعني الميل مال هذا الخط. الميل شلون؟ الميل هسه أقول لك شلون. هسه لو نجي ناخذ خط مستقيم، ولو ما راح يرسم مضبوط انا ادري، خط مستقيم من هنا الى هنا، مو صحيح؟ هذا الخط المستقيم شو يمثل لي؟ يمثل لي الديو الى الدي واي، العفو الديو الى الدي واي، خليني امسحها، الديو الى الدي واي، مو صحيح؟ بالنسبه لمن؟ بالنسبه لهذا اللي هو يسميك اياه كرود اويل او يسموه النفط الخام. زين، من اجي اخذ منه هذه، هاي النقطة شو يسموه؟ هذا التاو، مو صحيح؟ من لو تلاحظون هسه الزاوية، هاي الزاوية اللي عاملها هذا الخط الأسود ويا الإكس ويا المحور السيني، هاي الزاوية هذا المقدار اللي هو شنو؟ اللي هو التاو، هذا المقدار اللي هو التاو، هذا شو يكون بالنسبة لها؟ مقابل، صحيح؟
والتدرج السرعه شي مثل بالنسبه لها؟ مجاور. المقابل على المجاور شنو؟ المقابل على المجاور هو ظل. والظل هو شنو؟ عباره عن الميل. يعني من تاخذ ظل اي خط هو عباره عن ميل هذا الخط. فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نقسم تاو اللي هو المقابل على الدي يو على الدي واي اللي هو المجاور، هذا يمثل لي التانجت او يسموه الظل مال الزاويه ثيتا. نفرضها ثيتا، يعني هاي الزاويه. زين، هو الظل هو الزاويه ثيتا، الظل مالته هو شنو؟ هو الميل. هذا الميل. اذا الميل مال الخط، انا شو اريد اوصلك الى نتيجه؟ اريد اوصلك الى نتيجه انه من ترسم العلاقه مال عده سوائل بهالطريقه هاي، فانت بدون ارقام بس تشوف العلاقه. هسه انا اسالكم الكم، بعد ما عرفنا انه الميل هو يعبر هو نفسه اللزوجه الديناميكيه، طبعا الميل ما شنو؟ مال العلاقه ما بين الاجهاد القص وتدرج السرعه. فهسه منو اكثر لزوجه؟ الكرود اويل او الووتر عند 60 درجه، او الووتر عند 100؟ يعني اذا نريد نرتبها من الاعلى لزوجه الى الاقل، فياه راح يكون عندنا الاعلى لزوجه. ها الكرود، ليش؟ لانه الميل ما تعالي، الزاويه مالته شنو؟ كبيره. هنا الزاويه اقل، هنا الزاويه اقل، هنا شوف الزاويه جدا قليله بالنسبه للهواء. فنستنتج هسه هذا الرسم امامك انت كمهندس باشر عقبه، ما يحتاج بعد ارقام. اذا عندك هيك مخطط وبي عده سوائل، فانت بس تباوع على الرسم راح تعرف انه هذا السائل اكثر لزوجه، يعني هذا السائل اكثر لزوجه من هذا. ولاحظوا شوف ايش مطيك، مطيك الووتر هنا ووتر هنا، لكن هنا 60 وهنا 100. ايش يريد يقول لك؟ يريد يقول لك انه يابا السوائل بشكل عام، مطيك الووتر كمثال الماء، السوائل بشكل عام عندما تزيد درجة حرارتها شو يصير بلزوجتها؟ ها؟ بالضبط. والدليل لزوجة المي عند 60 اعلى من لزوجة شنو؟ المي عند 100. والدليل شنو؟ شوف الميل مال الماء عند 100 اقل من الميل عند الماء عند 60. فالميل، نعم، يعني اريد اوصلكم فكره هنا. شو يريد يقول لك؟ يقول لك انه لزوجه السوائل، السوائل وليس الغازات، الغازات تختلف، لزوجه السوائل تقل شنو؟ بزياده درجه الحراره. كل ما تزيد درجه حراره السائل لزوجته شو يصير؟ بيتقل. ولهذا بالمحركات اذا اللي عندهم سيارات يعرفون، بالمحركات السياره انت ماتك من تصعد عندك الحماوه تفور، تقوم السياره الحماوه تصعد لسبب او لاخر، يعني الولف مثلا لاطش، او مثلا ماي ما بيها الراديتر او غيرها لسبب او لاخر بغض النظر عن السبب. زين، حمت السياره راسا شو يقول لك؟ يقول لك راسا روح بدل الدهن. ليش؟ لانه الزيت الموجود بالسياره، اها ممتاز، لانه الزيت اللي انت خاله بالسياره خاله ضمن مواصفات معينه مصممه الشركه، قايل لك استخدم زيت لزوجته كذا. فمن هو نفس الزيت من سخن لزوجته خربت بعد، فشي يقول لك؟ يقول لك روح ذبه وبدل الزيت مالتك مال المحرك بعد ما يؤدي الوظيفه مالته. زين، طبعا هاي هنا قلنا اذا قسمنا اللزوجه على كثافه السائل الكتليه نحصل على اللزوجه الكيماتيه، حكيناها. الرمز مالتها شنو؟ هاي الفي، تشوفوها هاي هنا الفي، هذا خلي بس اخذ المؤشر، هذا الفي هو الرمز مال اللزوجة الكيماتية، والميو الرمز مال اللزوجة الديناميكية، موجودة هاي كلها بالمحاضرة. زين، خلينا نجي ناخذ هسه تجي تقول لي يابا هسه انت ايش قد حكيت؟ تعطينا فد مثال خلينا نفتهم. خلي اعطيك مثال، هسه هذني مثالين امامنا، واحد سهل والاخر شوية بيلوفة، راح نحلهن اثنيناتهن. شو يقول؟ التمرين الأول يقول احسب إجهاد القص، احسب إجهاد القص، يعني شو يريد من عندي؟ يريد من عندي التاو مو للماء. إذا علمت أن انحدار السرعة، أو طبعا انحدار السرعة تدرج السرعة نفس المعنى، تدرج السرعة شنو؟ هذا طبعا هو يريده، تدرج السرعة شو اتفقنا؟ قلنا هو الدي يو على الدي واي. هذا ايش قد مطيني إياه؟ قايل لي 100 واحد على الثانية، مو صحيح؟ قلنا وحدات تساوي واحد على الثانية، شرحناها بوقتها. الديو قلنا الديو هي متر على الثانية،
تقسيم ال دي واي هو متر، متر يروح ويا متر تبقى واحد على ثاني. زين، ولزوجة الماء ايش منطيني هنا؟ شوف ايش منطيني، ما يريد اللزوجة، اللزوجة هو منطينيها، منطينيها اللزوجة اللي هي ايش قد؟ 10 السالب 3 يعني 0.001 باسكال في ثانية. يعني شنو باسكال في ثانية؟ يعني نيوتن على المتر المربع في ثانية. اها في ثانية، ممتاز. اذا المعطيات معطيات بسيطة. انا شو اسوي؟ انا اجي مجرد بس القانون اتذكر. القانون شو يقول لي؟ القانون يقول لي يابا الاجهاد القص يتناسب، وقلنا ويا من؟ ويا تدرج السرعة. يعني شنو يساوي لي؟ الميو في ديو على دي واي اللزوجة في تدرج السرعة، مو صحيح؟ ها هي نحل السؤال. اجي بس قبل ما احله، وقبل ما يعني ابدي احل الارقام، بس اجي اتاكد من الوحدات. الوحدات مالتي شنو؟ خلي امسح هاي حتى لا تصير هوسه هنا. الوحدات شنو؟ خلي اشوفها متناسقه، اذا متناسقه اتوكل على الله. هنا عندي ثانيه، هاي هنا مال ثانيه، وهنا عندي ثانيه، فاذا ما عندي مشكله، حل مباشر. زين، اذا فرضا وطيق دقيقه شيء هيكون تحول. زين، هنا شو اقول؟ اقول من عندها شو يساوي؟ الميو هي ايش قد؟ 10 اس سالب 3. زين، في 100. اها انا هنا قال لك اياه الجواب، هنا 0.1 باسكال. ها هي نحل السؤال، ليش باسكال؟ لانه اجهاد القص هو وحدات نيوتن على المتر المربع، ونيوتن على المتر المربع هو عبارة عن شنو؟ إذا نريد ندلع عشان نصيح له، نصيح له باسكال، نسبة إلى من؟ إلى العالم باسكال. نجي هذا السؤال مباشر وبسيط، مجرد يريد عندنا تطبيق مباشر لهذا القانون اللي هو قانون نيوتن للسوائل اللزجة. زين، نجي السؤال الثاني. السؤال الثاني بس شوية ركزوا وياي بي، ركزوا وياي بي، راح أريدك شوية ترجع بذاكرتك وين؟ للسادس الاعدادي، يعني شغلات تفاضل ما تفاضل. بس شنو راح ابسط لك اياها يعني، لا تدوخ، يعني لا تصير عندك فد رياكشن ضد هذا الشيء. فهنا راح يقول لك قوه، يا بعدنا قوه مقدارها اف. هاي خلي امسح هذا، امسحها احسن حتى نبدي من البدايه. راح امسحها، تطبيق مباشر ما بي شيء. اقروا السؤال بينما اخلص هاي، امسحها، اقروا السؤال، شوفوا حتى شنو من نحكي انتو تفهمون انا ايش اقول. زين، يقول قوه مقدارها اف، منطينيها ما منطينيها اف، وها هي اثرت على طبقه من طبقات سائل نيوتوني. زين، طبقه نيوتوني يعني شنو؟ يعني يخضع لهاي المعادله مال تاو. هاي هنا هي التاو مثل الجي تنكتب، هيجي تاو تساوي ميو دلتا يو على دلتا واي. هاي شنو؟ مين جبتها؟ هو دا يقول لي سائل نيوتون يعني يخضع لهاي المعادله المفروض الموضحه في الشكل الادنى، هذا الشكل امامكم، حيث كان تدرج السرعه. ها هنا تدرج السرعه ايش مطيني اياه؟ مطيني اياه بمعادله. يعني شنو المعادله؟ قايل لي يابا اليو يساوي لي 12 واي أس ربع. يا بقى أقول له يا على كيفك ويانا، إيش تسوي أنت؟ شنو واي شنو أس ربع؟ يقول لي فد لحظة دوقف، اليو هي شنو؟ هي السرعة، مو صحيح؟ والواي شنو؟ هي المسافة بين طبقتين. زين، أوكي، إحنا شو نريد؟ إحنا مو نريد الدي يو على الدي واي. هسه عندي من عندك اكس وواي، دلتا واي على دلتا اكس، يسموها مو يسموها المشتقه، او يسموها المشتقه، يسموها مشتقه الواي بالنسبه للاكس. هنا الدي يو على الدي واي هي شنو؟ مشتقه اليو بالنسبه للواي. فيقول لي يابا انت ما تسوي شيء، بس تشتق لي هاي المعادله. اقول له شلون اشتقها؟ اقول له هسه لحظه انا اقول لك شلون تشتقها. تتذكرون احنا ايش عندنا؟ مثلا عندنا مثلا اكس تربيع، معادله اكس تربيع، يعني خلينا نقول y تساوي مثلا x تربيع زائدا x او زائدا 5x زائدا مثلا 2. من اريد اشتقها شو اسوي؟ x تربيع شلون اشتقها؟ الاس اجيبه وين؟ احسنت، شلون؟ 2 الاس اجيبه قبل الاكس، والاكس اطرح الاس مالته، يعني 2 ناقص 1 يصير اس 1 ما ينكتب، اجي على الوراء، الخمسه
هنا هاي الاكسينو اسها واحد، واحد في خمسة خمسة، الاكس من ناقص منها واحد قد صار الاس مالتها؟ صار صفر، مو صحيح؟ فكل شيء اس يعني كل شيء اس صفر شيء يصير؟ واحد ما ينكتب، فهذا الاكس راح. اجي على الاثنين المقرودة، الاثنين بيها اكس لو ما بيها اكس؟ بيها اكس، احسنتم، اكس اس صفر مو صحيح؟ الاكس من اخذ منه الاس اضربه بالاثنين، هذا انقصه شنو لازم؟ انقصه واحد مو صحيح؟ مو صح؟ زين شنو؟ هو وياك وياك هو اني صح، انت كلامك مضبوط 100%، بس دا اقول لك شلون هذا مشتقة الثابت ليه الصفر الك، يعني مش معلومه الك. فهنا الثابت احنا ايش قلنا؟ هسه هاي عندي 2 اكس الصفر، من اريد اشتق 2 اكس الصفر، الصفر وين اجيبه؟ صفر في 2، صفر في 2 هذا من اضرب صفر مو الاكس ايش قد صار الاس مالته؟ صفر ناقص واحد، انا طاح منه واحد، ها صار اكس اس سالب واحد مو صحيح؟ زين صفر في اكس اس سالب واحد ايش قد؟ صفر. هسه عرفتوا ليش مشتقة الثابت صفر؟ اها، فمن واحد يسالك ليش مشتقة الثابت صفر؟ لا تدوخ، قول له يابا احنا الثابت هو ايضا بي اكس، لكن الاكس الاس مالته شنو؟ صفر، فمن اجيبه اضربه ويا الثابت راح يتصفر عندي، هذا كل ما في الامر. واضح؟ ممتاز ممتاز. اذا مثل ما قال زميلكم قبل شويه تصير المعادله 2x زائد 5. زين هاي مراجعه سريعه للاشتقاق مال المعادله، نجي هسه على هاي معادلتنا اللي هي احنا نريد نشتقها هسه. هسه اجي شلون اشتقها؟ اريد واحد من عندكم يعني يقول لي شلون راح اشتقها. شلون يعني؟ ها اسف اسف، اي نعم صح كلامك صحيح. والله عمي كلامك صحيح. 12 وهاي هسه الديو نسبة الى الديو يعني شنو المشتقة مال يو؟ المشتقة اريدها، المشتقة هسه شلون اشتقها؟ يلا اريد واحد يشتق لي اياها هسه، اريد يعني تفصيل حتى اها 12 ممتاز. هاي واي اس ايش قد؟ وياك وياك، بس انا اريد تفصيل حتى الطلاب يفتهمون كلامك صحيح. 12 في ربع، الربع ايش انقص من عنده؟ احسنتم، الواحد يعني شنو؟ يعني 4 على 4، 4 على 4 يعني يصير بالضبط مثل ما قال زميلكم، جدا ممتاز، سالب 3 على 4، سالب 3 على 4 بها شيء. هاي هنا مثل ما زميلكم قبل شوية قال 12 تنقسم على 4 ايش قد تصير؟ تصير 3، يعني خلي امسح الاقواس بعد ما لها داعي، فتصير عندي هاي المشتقة ها هي 3 واي، 3 واي. اذا هسه من واحد يقول لي يابا الديو على الدي واي ايش قد؟ اقول له يابا هاي الديو على الدي واي اشتقيتها 3 واي اس سالب 3 على 4. زين خلينا نجي نكمل السؤال، حيث ان وحدات الواي معطيني اياها بالمليمتر، شيء يريد من عندي؟ يقول لي احسب اقل اجهاد قاس مؤثر على المائع اذا علمت ان اللزوجة الديناميكية هي 10 اس سالب 3. زين خلي اجي اسأل نفسي سؤال، انا هنا اذا صار عندي كم مجهول هسه؟ صار عندي الميو موجودة لو لا؟ موجودة، مطيني اياها ايش قد؟ خلينا نكتبها 10 اس سالب 3 نيوتن في ثانية على المتر المربع، هاي مطيني اياها بالجيب. نعم ها صحيح صحيح جدا ممتاز، ملاحظة انا طبعا ممنون من عندكم طبعا، يعني ملاحظتكم قوية. 0.5 في 10 سالب 3. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ علي شنو؟ علي امين. شوف يعني علي مركز ويانا، وطبعا كلكم اغلب الموجودين دا يحاولون انه يتفاعلون، وهذا طبعا شيء جدا ممتاز. انا مرات اخاف انسى، يعني انسى رقم انسى شيء، فنبهوني طلاب رجاء. ممنون ممنون. زين هسه هنا الميو
الميو قلنا هاي 0.5 هو مطيني اياها في 10 سالب 3 زين. بعد هاني شو احتاج؟ حتى هو يريد لي يقول لي احسب اقل اجهاد قاس، يريد التاو زين، التاو ما عندي زين، والدي وعلى دي واي هم ما عندي، لكن ايش منطيني؟ هو شوف هنا الفيكة بالسؤال وين؟ يقول لك احسب اقل اجهاد قص، ومعطيني رسم هذا الرسم. برايكم اجهاد القص اللازم لتحريك السائل يكون بالاعلى اكثر لو بالاسفل اكثر؟ يعني الاجهاد القص اللي يحرك لي السائل ليش بالاسفل؟ خلينا نجي. احسنت هنا خلينا نجي نرجع وين؟ نرجع لمعادلتنا اللي هي شنو؟ التاو تساوي ميو دي يو على الدي واي، مو صحيح؟ شيلها الميو، خلينا نرجع على التناسب مالتنا، مو قلنا تتناسب؟ التاو تتناسب طردي ويا من؟ ويا السرعه، وعكسي ويا من؟ ويا المسافه ما بين طبقات السائل. فخلينا نجي نشوف انه الدي يو من كانت هنا يعني من ديو قليله احتاج شنو؟ التاو اللي احتاجها شقد؟ اجهاد القص احتاج عالي لو قليل، تناسب عكسي لو طردي. ها من الواي قليله احتاج شنو؟ احتاج تاو عاليه. اها بالضبط ممتاز. من المسافه تصير اكثر يقل عندي اجهاد القص اللازم، من الواي يصير اكبر يقل، يظل يقل الى ان وين يوصل؟ إلى أن يوصل للسطح اللي هو وين؟ قريب من مستوى تأثير القوة. إذا أقل إجهاد قص يحرك لي السائل هو وين؟ بالأعلى. طلاب من أقول أقل إجهاد قص، شنو؟ يعني أقل إجهاد قص لازم أقصد. يعني أنا من أجي أريد أحرك السائل بالأسفل أحتاج إجهاد قص لا نهائي، ليش؟ لأنه راح أقسم على الديو العفو على الدي واي، والدي واي هنا راح تصير اقرب الى الصفر. طبعا كل ما يصير يعني فرضا وصلت، ما نقول صفر لان القسمه على صفر لا تجوز، اذا قلنا مثلا 0.00000 فالعشر اصفاره واحد، ايش تتصورون الرقم ايش كبره راح يصير؟ مو صحيح؟ من تقسم على هيك رقم راح يطلع لك رقم جدا عالي هذا. فكل ما يكبر الرقم هذا الجوه الاجهاد اللازم اني باجهاد بسيط اقدر احرك السائل، لكن كل ما اتعمق اكثر راح احتاج اجهاد اعلى. يعني انت هسه من قاعد دا تسبح في اعلى في بحيره، دا تسبح زين، دا تسبح بالبحيره على سطح البحيره، لو تنزل تغوص لجوه مثلا في 3 امتار 4 امتار الغوص مالتك والسباحه تكون اسهل، لو فوق يكون سباحتك اسهل، طبعا فوق سباحتك اسهل، السائل فوق يتحرك بأقل حركة من عندك السائل راح يتحرك، لكن من تدخل الأسفل تحتاج إلى قوة عالية حتى تدفع السائل حتى تحركه، صح لو غلط؟ فإذا هنا أقل إجهاد قص وين يتوفر عندي؟ بالأعلى. هسه واحد يقول لي أوقف اتصالك ساعة تحكي ويانا، إي بالأعلى بس أنا أفهمكم يعني. ليش مستعجل؟ على كيفك. زين هنا صحيح، هي كلام مضبوط بالضبط كلام مضبوط. فهنا ايش راح نسوي؟ زين هو شنو المغزى من هذا الكلام؟ اقول له ها مو اني شو احتاج؟ اني عندي التاو مجهول وعندي الدي يو على الدي واي طلعناه العفو بالعكس، هاي هنا دي انا حكيتها صح بس كتبتها غلط، هنا الدي يو على الدي واي ما مطينيها جاهزة، مطينيها بمعادلة اللي هي 3 y والسالب 3 على 4. يعني شو احتاج حتى اطلع الدي يو على الدي واي؟ احتاج الواي. فالواي اللي احتاجها هل هي هنا بالاسفل؟ هل هي هنا؟ اقول له لا، هاي 16 انا كلها احتاجها، لانه هنا عندي هو اعلى اجهاد قص، فالواي ايش قد راح يكون عندي؟ 16. فما عندي غير بس اعوض 3 في 16 والسالب 3 على 4، مو صحيح؟ هاي شلون يعني شنو معناته السالب 3 على 4؟ هاي كانما حتى تعرفون هذا الكسر، يعني لا تنصدم من تشوف انه جدا ممتاز 16 السالب 3 تحت الجذر الرابع، ها هي
نجي ال 16 هسه واحد يقول لي زين مو ما يصير الجذر الجذور الزوجيه انه تاخذ سالب جواها؟ اقول له هذا مو رقم سالب، هذا الاس سالب، يعني هذا بالحقيقه شو يصير؟ 1 على 16 اس 3 تنقلب اشاره الاس تحت الجذر الرابع. ها هي هذا راح يطلع لي رقم، اعوضه وين؟ اعوضه مكان الدي على الدي واي، واني عندي الميو فهذا ممكن استخرجه لو لا ميو اضربها في هذا الرقم يطلع لي هذا الناتج الموجود امامكم. ما ادري صار واضح، لو بيها فد اشكال عليكم. اني المغزى من هاي الامور انه ما اريدك يعني فد يوم تشوف مثلا مساله او شيء وما مطيك ما مطيك مثلا الدي على الدي واي، مطيك اياها معادله، طبعا هاي موجوده يعني اغلب المصادر ما يعطيك يعطيك اياها بشكل معادله وانت تشتقها، فلا تنصدم. يعني انت بكل بساطه تقدر بس تشتقها تعوض الواي المشتقه من اشتقها، خب هي يعني معادله راح تصير، فاعوض بها الواي اللي هو شنو؟ اني شلون عرفت الواي 16؟ قلنا لانه هنا بالرسم منطيني منها الى هنا 16 وهو يريد اقل اجهاد قص، فاذا هنا هو اقل اجهاد قص، اذا هي المسافه الواي 16 عوضت ال 16 مشت الامور. لهنا صار واضح طلاب؟ اكو استفسار سؤال شيء ما مفهوم؟ انا شريد اي ها ها بالضبط. مثلا خوش سؤال مثلا شنو شو اسمك العفو؟ ممتاز. احمد شي يقول يابا اذا هو ما راد اقصى، قال لي انا اريد اجهاد القص عند هاي المسافه عند هاي الطبقه، اقول له ايش راح يعطيك؟ راح يعطيك ايش قد بعد هاي الطبقه؟ خلي فرض ان نقول 10 ملم، 10 ملم مو صحيح؟ هنا ال 10 ملم راح اعوضها وين؟ بالمعادله اللي انا اشتقيتها، ويطلع لي ديو على الدي واي. ها هي بس اكو نقطه انا نسيتها، ها نعوضها مكان الواي بالضبط بدل ال 16، بس اكو نقطه نسيتها وانتم هم ما نبهتوني عليها. هنا من داخل انا ايش قلت؟ قلت التاو، هذا التاو يشبه جي، هو صار يساوي الميو في دي يو على الدي واي مو صحيح؟ الميو شنو وحداته؟ 0.5 قلنا في 10 اس سالب 3 نيوتن في ثانية على المتر مربع مو صحيح؟ في ايش قد طلع عندنا هذا شو اسمه 1 على 16 مو قلنا؟ بس لحظة وانا شنو السؤال مالتي؟ السؤال مالتي هاي ال 16 هل هي صحيحة انا استخدامها؟ هنا عندي متر مربع، هنا هذا بيش ال 16 مقاسة؟ مقاسة بالمليمتر. ها فلازم شو اسوي؟ لازم هاي ال 16 جدا ممتاز، لازم شلون احولها؟ اقسم احول الى متر، شو اتفقنا احنا؟ قلنا التحويل هاي 16 مليمتر اطلعها واحدها في المليمتر هنا بالبسط اخليه بالمقام حتى يختصر، والمتر اخليه لي فوق. الواحد متر ايش كم مليمتر؟ الف مو؟ ها هي 16 اقسمها على الف، فكانما هاي من اقسم ال 16 على الف، هذا الالف وين راح يصعد؟ لان مقام المقام يصعد لي فوق، فكانما ايش راح يصير؟ كانما راح يصير عندي الف على 16 مضبوط؟ شنو هي تكعيب؟ ها العفو اي فد لحظة خوش ملاحظة، هاي 16 المفروض تكعيب مو صحيح؟ 16 تكعيب، فهنا من احولها 16 تكعيب مليمتر، ايش راح يصير مليمتر مالتها؟ هم تكعيب، من اريد احولها لازم شو احولها؟ العفو لا اسف مو المليمتر مو شو اسمه مو تكعيب، لانه هي اي ف 16 تكعيب ايش قد بالله الرقم هذا اذا تحسبونه هسه ماكو جوا ايدي حاسبه يطلع 8.4 لا شلون 8.4 16 اس 3 بالضبط اي هسه معقوله 4090 96 هذا شنو ممتاز مليمتر هذا ايش راح يصير؟ راح احوله الى شنو؟ الى متر، شلون احوله الى متر؟ 4096 اضربه في شنو؟ في 1
على ألف، مو قلنا ضربة في واحد على ألف، فراح شنو راح واحد، هاي قلنا واحد متر على ألف مليمتر حتى يصير هذا معامل تحويل، وهذا هو مليمتر، فهاي المليمتر راح تختصر هاي هنا حتى لا تقولون بالمقام. ممتاز، 4.96 بالألف. هاي هذا وين أخليه؟ هذا أجيبه أخليه هنا ومكان هاي. هسه عرفتوا ليش ما استخدم 16؟ لأنه 16 لازم أحولها. زين، وهنا ال 16 مرات واحد يقول لي زين احنا هي هاي مو تكعيب، مو لازم يعني اقسم على مليون باعتبار المتر الواحد متر مكعب. مليون، العفو مو مليون، لا يعني 10 أس 9 متر ملي متر مكعب. اقول له يابا مو هنا هاي مو يعني مو ملي متر مكعب، هي بس ملي متر، بس الوحدة الرقم أس 3، فيبقى نقسم على ألف. صار واضح للجميع؟ صار واضح طلاب؟ ممتاز ممتاز ممتاز. بعد شلون تقولون احنا ما نفتهم على الاونلاين وما هذا، شلون تقولون ما شاء الله شو عيني باردة عليكم؟ ها الله يسلمكم، الله يسلمك. اني والله تدري شنو، اني اقدر يعني اسويها يعني الحضور، اني قلت لكم وقتها ما عندي اي تعارض، بس بالحضور انت شوف هسه هاي امامك الشاشه كلها الوان وكلها توضيحات وقلم وهاي، فمن اسجل لك المحاضره حتى لو نفترض انت فاتتك معلومه، انقطع عندك النت او شيء، المحاضره هي حتكون مسجله فتقدر ترجع لها باي وقت، بينما بالحضور انت محاضره حلقيها على السبوره وها هي خلصت، بعد لا راح تقدر ترجع لها بعد ولا راح تشوفها. فاني ليش يعني دا احاول، انا صح اقول لك ما يخالف، انا ما عندي اعتراض على الحضوري، لكن اميل للاونلاين. ليش؟ لانه المحاضره راح تكون مارشفه عندك موجوده، شو وقت ما يعجبك، شو وقت ما نسيت معلومه، راح انت تقدر ترجع لها تمشيها تقدمها تاخرها توصل للشيء اللي انت تحتاجه واللي انت ما فاهمه. زين، فانتم بعد يبقى القرار لكم، اذا شفتوا نفسكم مثلا ما تفهمون او هاي، فانا طبعا حاضر يعني ما عندي اي اعتراض ان شاء الله، ونحاول نرتب لنا فد شغله. زين، هسه لهنا الله يحفظكم، احنا الهدف يعني انا بالنسبه لي ما يهمني يعني اجي الدوام او بالبيت، اهم شيء الهدف انه تفهم، اذا تفهم حضوري انا اجي حضوري، تفهم اونلاين انا اونلاين، يعني احنا هنا لغرض خدمتكم لا اكثر ولا اقل. الله يحفظكم. هسه هنا هاي نقلب صفحه، نقلب صفحة. هسه نجي نشوف شنو علاقة اللزوجة بدرجة الحرارة، قلناها بس هنا كاتبيها بشكل كتابة، أخاف تجيكم فراغات صح وخطأ اختيارات يعني أقصد. زين، فش يقول؟ يقول تقل لزوجة السوائل بزيادة درجة حرارتها. قلنا المثال هذا لا تنسى، محرك السيارة الدهن، المحرك من يحمي الدهن رأسا يشيله يشمره، ليش؟ لأنه قلت لزوجته ما صار بعد يؤدي لي الغرض المطلوب من عنده، فتقل لزوجة السوائل. يا لزوجة، لزوجة من أقول لزوجة بشكل عام، ما حدد ديناميكي لو كيناماتي، أنت رأسا اعتبرها ديناميكية يعني هاي الميو، من يقول لك لزوجة وخلاص يعني ميو، من يقول لك كيناماتية يقصد بها الفي، يعني من يحددك. زين، فتقل لزوجة السوائل هي شنو؟ الميو، بزيادة درجة حرارتها، وذلك لأن لزوجة السائل تعتمد على شنو؟ على مدى قوة التماسك بين جزيئات السائل. أنت من تسخن السائل كأنما تريد تفرق بين أجزائه بين جزيئاته، يعني الطاقة اللي ماسكة جزيئاته من السخنة الجزيئات تقوم تتحرك واحدة عكس اللوخ أو تريد تهرب واحدة من اللوخ، فشي يصير تفكك كأنما، بسبب تعتمد اللزوجة تعتمد على مدى تماسك، على مدى قوة التماسك بين جزيئات السائل، والتي تقل من قوة التماسك بزيادة درجة الحرارة، هذا هم في التعليل يعني. بينما شوف شو يقول لك، بينما تزداد لزوجة الغازات، يا لزوجة ايضا بدنا نحكي هسه شنو الديناميكية، بزيادة درجة حرارتها، يا بشلون هيك الحكي هذا، شلون تزيد، خلينا نجي نشوف، وذلك لان زيادة درجة حرارة الغاز يؤدي الى زيادة الطاقة الحركية للجزيئات، وبالتالي زيادة معدل التصادم، يعني شنو معدل التصادم بالسوائل، الجزيئات حاولت تتفرق، بالغازات الجزيئات قامت تتحرك بسرعة عالية، صار ازدحام، قامت وحدة تضرب باللوخ، شلون سيارات التصادم، فمن يصير عندي احتكاك معناته شنو؟
اللزوجة زادت، فالغازات تختلف عن السوائل، الغازات تزيد لزوجتها بزيادة درجة الحرارة. وهنا هذا الشارت الموجود أمامكم إذا تشوفه مبين لك، شوف راسم لك اللزوجة اللي هي واي مع درجة الحرارة اللي هي اكس، فشنو كل ما تزيد درجة الحرارة ايش راح يصير باللزوجة؟ راح بالنسبة للغازات راح بالنسبة للغازات راح تزيد، راح ترتفع من بالنسبة للسوائل شنو؟ راح تنخفض. طلاب بشكل عام، يعني هو مو دائما لكن بشكل عام او غالبا من يرسم لك اكس وواي ياهو المؤثر وياهو المتأثر، الاكس هو مؤثر لو الواي هو المؤثر، يعني منو يأثر بمنو؟ درجة الحرارة تأثر باللزوجة لو اللزوجة تأثر؟ اها، فالعامل المؤثر وين يخلوه؟ يخلوه بالاكس عادة، يسموه independent variable، يعني العامل المستقل اللي هو ما يتأثر بشيء. العامل المؤثر المتأثر اللي هو شنو الديبندنت فاريبل، شنو يعني اللي معتمد على عامل آخر، يخلوه بالواي. فهنا شو أقول؟ إذا أريد أفصل هذا الشارت، جالك شارت تشرحه، قول يابا درجة الحرارة تؤثر وين على اللزوجة؟ حيث تزداد لزوجة الغازات بزيادة درجة الحرارة، وتقل لزوجة السوائل شنو؟ بزيادة درجة الحرارة. زين، نجي هنا هسه هاي أعطيك فد مثال على السوائل وليس على الغازات، قايل لك هنا عندي مثلا، خلي فرضا عندي عسل. هذا العسل بدرجة الصفر من أريد أسكبه، طبعا شوفوا نفس الزاوية كلها، من أريد أسكبه صعبة ينسكب، من أسخن الأربعين راح ينسكب لكن بمقدار قليل، يظل يعني سرعته قليلة، من أسخن للمية راح ينسكب بسرعة شنو عالية. فهنا كاتب لك نو فلو يعني ماكو جريان، هنا كاتب لك هاي فلو يعني جريان عالي، اعتمادا على شنو؟ هنا كولد بارد وهنا هوت يعني حار. زين، هسه لزوجة العلاقة اللزوجة بالحرارة افتهمناها، علاقة اللزوجة بالضغط شنو؟ هنا شي يقول؟ يقول احنا اللزوجة مال الموائع، الموائع تشمل مو غازات وسوائل، يقول بما انه هو السائل السوائل قلنا قابل للانضغاط لو غير قابل للانضغاط؟ قابلة للانضغاط بمدى قليل جدا يكاد يهمل، يهملوه بالحسابات، ولهذا يعتبرون السوائل غير قابلة للانضغاط، هي قابلة للانضغاط لكن نسبتها جدا قليلة فتهمل، فيعتبروها غير قابلة للانضغاط. إذا الشيء اللي غير قابل للانضغاط يتأثر باللزوجة؟ ما يتأثر. أما الغازات قابلة للانضغاط بنسبة عالية، فتتأثر شنو؟ تتأثر لزوجتها. فشي يقول لك؟ يقول لك تزداد لزوجة الغازات ومعظم السوائل مع زيادة الضغط، إلا أن تأثير الضغط على اللزوجة أقل من تأثير درجة الحرارة. أول شيء هو تأثير الضغط قليل وبالنسبة للسوائل يكون بعد أقل. خلينا نجي نشوف هذا الشارت. هذا الشارت ايش راسم لك؟ راسم لك التمبرتشر اللي هو الحرارة، هذا الشارت أعم من ذاك، هذا بحرارة وبضغوطات. راسم لك هنا اللزوجة الكينماتية، اللزوجة الكينماتية، ليش اللزوجة الكينماتية؟ اللزوجة الديناميك الكينماتية منين جاية؟ جاية من الميو على الرو. زين، الميو قلنا هاي اللزوجة، هاي الكينماتية يعني هيك في نكتبها. الكثافة إذا الحجم قل شو يصير بيها؟ الكثافة مو كتلة على الحجم؟ عندي الحجم ضغطت الغاز ضغطته، الحجم قل عندي، إيش صار بالكثافة؟ زادت لو قلت؟ زادت، لأنه المقام من يزيد المقدار يقل، التناسب عكسي بالضبط. فإذا جبت غاز، عندي غاز ضغطته، يعني شنو ضغطته؟ يعني قللت حجمه، بس الكتلة هي نفسها، نفس الكتلة لكن بحجم أقل، فصار شنو؟ كثافته عالية. من ارتفعت الكثافة إذا الحجم قللته ضغطته، الكثافة ارتفعت. زين، الكثافة من ترتفع الميو ثابتة، الميو ثابتة، اللزوجة الديناميكية ما لها علاقة، يعني اللزوجة الديناميكية تتأثر بالضغط؟ ما تتأثر. ليش؟ إنه هي شنو قانونها؟ تاو على شنو؟ على ديو على دي واي، وإذا تتأثر فتتأثر بشكل بسيط. إذا هاي ميو ثابتة وهذا ارتفاع اللزوجة الكينماتية صار بيها قلت، ولهذا هسه أنت من تشوف طبعا ذني مواد مختلفة ضغوطات مختلفة، الألوان كل لون هذا ضغط معين وذني حرارة،
فهسه لو نجي ناخذ مثلا فد مقطع هذا، مثلا ناخذ هذا المقطع، نثبت الحرارة على 600، نثبت الحرارة على 600 حتى نشوف الضغط ايش يصير به. نجي نشوف اللون الوردي، هذا الوردي ايش قد الضغط مالته؟ 10000 بار. اللزوجة الكلماتية ايش قد صارت؟ قريبة من الصفر واصلة، صحيح؟ هاي اللزوجة الكلماتية قريبة من الصفر. من اقل الاخضر، الاخضر الفاتح، شوف هذني الوردي والاخضر الطوخ والبرتقالي، يعني تقريبا لل 500 بار، لل 500 بار. اذا كلها اللزوجة قريبة من الصفر، صار كانما خط واحد. نجي من صارت 100 بار، هنا شنو؟ هنا شكو رسمت انا هذا الصفر. من صارت 100 بار صار عندي الازرق، وين هذا الازرق؟ هذا الازرق. اللزوجة شوية صعدت عندي، الكينماتية دحتي، ها مو ديناميكية. زين، من صارت 50 اللزوجة هنا صعدت عندي، من صارت 20 هذا السمائي صارت أكثر، 10 أكثر، 5 أكثر، إلى أن صار 1 بار، الضغط كلش قليل. شوف وين طفرت، طفر يعني هذا لو أمده يوصل لهنا، صح؟ فإذا شنو هسه نستشف من هذا الشيء؟ نستشف أنه اللزوجة الدينا الكينماتية اللي هي الفي تتناسب عكسيا مع شنو؟ مع الضغط. كل ما يزيد الضغط كل ما اللزوجة الكينماتية شو يصير بها؟ تقل. وكل ما قل الضغط اللزوجة، ليش؟ انه هي باللزوجة الكينماتية اكو فشي اسمه الكثافة، مقسوم على الكثافة. الكثافة كلش تتأثر بالحجم، يعني الحجم اذا قل الكثافة راح تزيد، والعكس صحيح. فبما انه يتأثر بالحجم راح يأثر لي وين؟ على اللزوجة الديناميكية. فهنا اذا اريد نصلحها يعني احسن، نقول علاقة اللزوجة الكينماتية، كينماتية بالضغط. زين، وهنا ايضا تزداد اللزوجة الكينماتية، كينماتية، لانه تعتمد على الحجم، على الكثافة. زين، هنا شو يقول لك؟ يقول لك المواعي المختلفة اللزوجة تجري بسرعات مختلفة. هاي يعني شغلات بديهية بس يوضح لك انها طبعا السوائل المختلفة اللزوجة قلنا عسل وحليب، طبعا سرعاتهم تختلف من اريد اسكبهم. زين، فالمواعي ذات اللزوجة القليلة تجري اسرع من المواعي ذات اللزوجة، على هاي معلومة واضحة. نجي على هاي السؤالين حتى نختم المحاضرة، لانه ما راح نلحق ناخذ الشد السطحي ان شاء الله على المحاضرة اللي تجي. اللزوجة الديناميكية تكون أكبر في السوائل أم في الغازات؟ سؤال لكم، هسه حكيناها تكون أكبر في السوائل. ها، يقول اللزوجة الديناميكية، يا هي اللزوجة الديناميكية اللي هي الميو، وهاي اللزوجة الكيماتية. اللزوجة الديناميكية أكبر، منو قال أكبر هسه؟ منو شو اسمك؟ العفو، ممتاز. ملاك ايش قالت اكبر. ليش اكبر؟ لانه شوف هنا التعليل يقول تكون اكبر في السوائل، وذلك لان السوائل تحتاج الى قوه قص اكبر، لانه الميو تعتمد على شنو قلنا؟ على قوه القص وعلى تدرج السرعه اللي هو الديو على الدي واي. زين، فتحتاج قوه قص اكبر، فمعناتها لزوجتها اعلى، مقاومتها للحركه تكون اكبر من الغازات، مو صحيح؟ اما اللزوجة الكينماتية فهي لا، محكومة باللزوجة الديناميكية ومحكومة بايش؟ بالكثافة. فهنا احنا معناته شنو عندي؟ لزوجة ديناميكية وكثافة. الكثافة مال الغازات قليلة لو عالية بالنسبة للسوائل؟ جدا قليلة. فالمقام من يصير قليل المقدار شو يصير به؟ يرتفع. اها، فاذا لا، يصير بالعكس، يصير جدا عالي. فهنا شو يقول؟ يقول اللزوجة الكينماتية الفي تكون أكبر في الغازات لأن كثافة الغازات أقل كثيرا من كثافة السوائل، وأن اللزوجة الكينماتية تتناسب وياها عكسيا مع الكثافة، إذا تكون أكبر عندما تكون أكبر بالغازات. ما أدري صارت واضحة المسألة. اللزوجة الكينماتية تكون أعلى بالغازات، ليش؟ لأنه الغازات كثافتها قليلة، فمن كثافتها قليلة إيش راح يرتفع عندي؟ هذا المقدار راح يصعد. فإذا اللزوجة الكينماتية بالغازات تكون أكبر،
اللزوجة الديناميك يعني واحدة عكس الأخ، تصير بالضبط واحدة عكس الأخ. اللزوجة الديناميكية بالسوائل أكبر، اللزوجة الكيماتية تكون بالغازات هي الأكبر. بعد شنو عندنا؟ هاي التأثير الكيماتي بالضغط، هاي هنا قاتب لكم تتأثر بالضغط. نعم، ليش تتأثر؟ لأنه الضغط يأثر لي على الكثافة مال الغازات طبعا دا أحكي. أما السوائل، فالسوائل غير قابلة للانضغاط، كاتب لك هنا حكيناها، بس هنا كاتب لك إياها بشكل كتابي يعني. زين، الموع النيوتوني هم حكيناها، قلنا أنه اللي تخضع لهذا القانون يعني الميو مالتها يكون ثابت تناسب بحيث يتناسب الإجهاد القاص مع تدرج السرعة. أما الموع، ها شوف الشرطين اللي قلت لك عليها، هو ما إذا ما أقول لك عرف لي الموع النيوتوني، هو موع تكون فيه علاقة إجهاد القاص هذا مع الانفعال أو انحدار السرعة أو تدرج السرعة اللي هو هذا، علاقة خطية. يعني شنو خطية؟ يعني خط مستقيم مو على شكل خط مايل، يمر من مبدأ الإحداثيات. يعني مو بس علاقة خطية، علاقة خطية لازم مبدأها شنو؟ من الصفر. ويعرف اسم ثابت تناسب باللزوجة هذا، وتتأثر هاي حكيناها. يعني المواع الغير نيوتونية شنو؟ هو ماع لا يخضع لهذا القانون. معطيك أمثلة مثل الكاتشب، المعجون الأسنان، الدم. إذن المواع غير نيوتونية يعني من تجي تطبق هذا القانون ما يشتغل عليها. زين، طبعا هنا مطيك، هسه انا مو قلت لك انه ابين لك انه ليش الماع نيوتوني. هسه ذني عد هذا مائع، هذا مائع، ذني كل خط يمثل لي مائع. من ارسم الجهاد ويا تدرج السرعه، شوف اكو هذا فقط الوحيد اللي هو خط مستقيم ومر مركز الاحداثيات الصفر، هذا مو ماع نيوتوني. ليش؟ لان هذا خط مايل يعني منحنى، منحنى، هذا ايضا منحنى. ما راح ادخل لكم التفاصيل هاي المعقده، بس اريدك تعرف انه هذا نيوتوني، هذا منحنى يعني غير نيوتوني، هذا منحنى يعني غير نيوتوني، هذا منحنى ايضا. هسه يجي واحد يقول لي زين مو هذا مستقيم، اقول له صح مستقيم بس ما محقق الشرط الثاني، ما مارب مركز الاحداثيات بالضبط، فهذا ايضا هو ماع شنو؟ غير نيوتوني. اذا فقط منو عندي؟ عندي هذا هو فقط الماع النيوتوني. زين، هاي هنا هم يعني هاي ما اريد ادخلكم تفاصيلها، انه راسم لك اللزوجه ويا قول وياي تدرج السرعه، وراسم هنا شلون الشير قوه القص. فمن ترسم هنا شو يريد يقول لك؟ يقول لك من ترسم العلاقه ما بين اللزوجه وما بين اجهاد القص، او العفو ما بين هاي يسموها الديو الى الدي واي، هنا الماع النيوتوني راح يكون رقم ثابت ما يتغير. يعني شنو؟ يعني يكون نسبة ثابتة، بينما بالمواعي الأخرى راح يكون إما بهالشكل هذا وإما بهالشكل هذا. هاي أيضا في طريقة أخرى أنه تعرف هل الماع نيوتوني أو لا، إيش كاتب لك؟ إنه كاتب لك viscosity of Newtonian اللزوجة للماع النيوتوني شير، وهذا ماع آخر يسموه شير ثيكنينج، ما راح أدخل لك التفاصيل، شير ثيكنينج fluid as a function of shear rate. shear rate هي شنو؟ هي du على dy. راسم لك اياها ويا من؟ هذا شيلها، راسم لك اياها ويا الميو. فمن ترسم العلاقه راح تطلع بشكل خط مستقيم، مو شرط صفر يعني اي رقم، لكن خط مستقيم. يعني معناتها اللزوجه لا تتاثر بتدرج السرعه بالنسبه للماع النيوتوني، اللزوجه تكون ثابته، بينما بذني الموع اللزوجة راح يعني هاي اللزوجة مو ثابتة راح تتغير. زين، فاحنا اللزوجة قلنا تاو على ديو على دي واي، معناته شنو؟ ايش قد ما يتغير ديو على دي واي، التاو راح يتغير وياه، فتبقى هاي ثابتة وين؟ بالموع النيوتوني. نيوتوني بقية المواع من هذا يتغير، مو شرط القوة تتغير، فهذا ما راح يظل ثابت. اذا هي شنو؟ ما راح تخضع لهذا القانون. زين، وهذا ايضا المثال اللي اخذناه، هاي انواع الزيوت، اكو زيوت لزوجتها عاليه اللي هي هاي مثل لزوجه عاليه، شوف من ترمي بيها كرات هذا الكره تتاخر لانه السائل لزوجته عاليه ياخذ يعني يقاوم الحركه، هذا لزوجته اقل، هذا لزوجته اقل، هذا اقل، راسا لزجت الكره بي لانه مقاومته للحركه شنو تكون؟ قليله. فما اعرف الى هنا اكو سؤال، اكو استفسار؟ هسه انا افتح باب مناقشه ولو ام عطلتكم يعني اخذت وقت وغاية من عندكم. سجلت حضور ماشي.